اليوم انا نيكول مفتوم اخصائيه تغذيه وفود بلوجر ايت لايك نيكول. رح كون اليوم عم بحكي عن دانو لايت. اكيد دانو يلي بتعرفوه هو ناتج من الدنمارك من شركه ارلا العالميه يلي بتنتج كمان عن لورباك وبوك، واكيد عندها صفات عالميه وعندها نوعيه ما في لزوم احكي عنها لانه هي كتير عاليه. دانو لايت هو بيحتوي على 60% دسم اقل، فمش يعني خالي من الدسم. فينا نكون عم نشربه وفينا نكون عم نعطيه لاولادنا، يكون ضميرنا كتير مرتاح. عم بيكون مدعم اكثر بالفيتامين ا بالفيتامين دي، وعم بيكون بيحتوي على مرتين اكثر كالسيوم. فاليوم بدل ما نكون راكدين ورا الولد عم نقول له اشرب بعد كبايه حليب، مجرد ما يكون شرب كبايتين بيكون اخذ 80% من حاجاته اليوميه للكالسيوم، يلي اكيد رح تساعده انه يكبر، اعضامه يكونوا احسن واسنانه كمان يكونوا احسن. كمان شغله بلاحظ دائما انه الرجال والنسوان بعد ما يصير عمره 18 سنة بيوقفوا يشربوا حليب، وهذا شيء كتير غلط لأنه جسمنا كل يوم بحاجة لكمية من الكالسيوم. الكالسيوم رح يكون عم بيلعب أدوار كتير مهمة بجسمنا، مثل أدوار مهمة للقلب تبعنا، أدوار مهمة بالنيرفس سيستم، كمان رح يكون عم بيساعدنا إنه يصير عنا أقل نسبة أمراض سرطانية، وكمان عم نخفف نسب إنه يصير معنا ترقق العظام لما نكبر أكثر بالعمر، مش أول ما نصحت نكسر ورقنا أما نكسر عظامنا. فتنكون عم نحافظ عن جد بطريقة كتير مزبوطة على الكتلة العضلية اللي عنا إياها ضروري كل يوم على القليل كبيتين من الحليب دانو لايت. ما رح نكون عم ندخل كتير كالوريز، رح نكون عم ناخد 60% دسم أقل، ورح نكون عم ناخد على القليل 80% من نسبة الكالسيوم يلي نحنا بدنا إياها كل يوم. دانو لايت مش بس بالكباية رح يكون موجود، لأنه actually إذا بالكباية بدنا نكون عم نحضره رح نلاحظ قدي سريع الذوبان. مجرد ما يكون عنده كونتاكت مع المي دغري رح يدوب، وهذا الشيء بسريع البروسيجر. إذا كنا عم نحضر كباية الحليب من عبكرة رايحين الولاد على المدرسة مستعجلين، وحتى نحن إذا كنا بالمطبخ بدنا نحضر كذا وصفة منكون مستعجلين ما بدنا نسخن مي نرجع نقعد ندوي بالحليب. دانو لايت بيكون كتير عم بفيدنا، ومنكون كمان عم نعمل كذا ريسيبي نحن وعم نستعمل هالكباية من دانو لايت. الريسيبيز اللي حضرت لكم اياهم اليوم، عنا أول شيء التشوكلت أفوكادو موس يلي هي معمولة من أفوكا. بعد ما نكون معصنا الأفوكا بدنا نزيد عليها ملعقة من العسل أما ملعقتين من العسل حسب قديه من بدنا إياها تكون حلوة. نرجع منضيف لها نص كباية من الحليب، ونرجع منزيد كمان ملعقتين من الكاكاو الدارك تشوكلت. كلهم بدهم ينخلطوا مع بعض، بيمسكبوا بكاسات بيتسقعوا بالبراد وبيتقدموا مع فريز أما مع غير أصناف من الفواكه. بيكون هيدا سناك لبعد الظهر منعش، بيحتوي على كمية كتير كبيرة من الكالسيوم، وأكيد رح يقيتنا لأنه الحليب بيحتوي على كمية مرتفعة من البروتين. كمان شغلة تانية فينا نحضرها ومعودين عليها من نحن وصغار، عنا الكريم رونفيرسي، عنا كمان المهلبية يلي كتير طيبة مع الموارد مع المزهر مع النقولات يلي منرشهم فوق منها مثل ما شايفينهم هون بهالطريقة. وكمان للأشخاص يلي بحبوا النمورة عابلهم يعملوا جاتو طعمته شوي قريبة من النمورة، لأن رح يكونوا عم يستخدموا السميد، فيهم يحضروا هالكيك يلي معمول من السميد مع الحليب مع كمية من السكر مع الموارد المزهر مع الفواكه المجففة مع النقولات كمان من اللوز من الجوز إلى آخره. بعد ما يكونوا كلهم نحطوا مع بيكنج باودر بينخبزوا بالفرن لمدة نص ساعة، ونحصل على هالكيك يلي عن جد ناخد شقفة منحس انه خلص شبعنا ما بدنا نرجع نزيد شقفة تانية. تعال الأشخاص يلي بيسمعوا انه ما بقى لازم نشرب حليب البقر، اما نكون عم ناكل من منتوجات ناتجة من البقرة لانه هيدا الشيء رح يكون مضر لصحتنا، عندي بس رسالة لإلكن. اذا بتتذكروا من زمن كتير طويل اجدادنا كانوا يشربوا حليب البقر وما كانوا يعانوا من ولا اي مشكلة، فما بدنا نسمع كل شيء عم بيقولوه يمين شمال. فينا نشرب كباية الحليب وكبايتين الحليب بالنهار ونكون مطمئنين لانه جسمنا عم يحصل على كل كمية الكالسيوم وعلى اكثر من 9 عناصر غذائية اساسية من البروتينات للفيتامينات للمعادن كمان. فكباية الحليب هي كتير اساسية، خليكن دايما معه ومع دانو لايت.